50 تواصل المديرية العامة لتربية نينوى توزيع رواتب منتسبيها وباستمرارية وللمرة الرابعة على التوالي بعد عملية تحرير الموصل. وهذا اليوم سنوزع إن شاء الله للوجبات 17 وجبة ممن وردت تصاريحهم الأمنية، والبالغ عددهم 23841 الذين سيتسلمون رواتبهم في داخل الموصل عن شهر تموز 2017، علما أن المبلغ أكثر من 14 مليار. وسيكون التوزيع على الوجبتين، سيكون هذا اليوم للتوزيع للمدارس الثانوية وغدا إن شاء الله للمدارس الابتدائية. العمل متواصل وبجهد عالي واندفاع وحماس ومثابرة من العاملين في قسم الحسابات ووحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، ودعم وإسناد وتوجيه مباشر ويكاد يكون يومي من معالي وزير التربية والسيدة المدير عام لتربية نينوى من أجل إنجاز العمل وإكماله بأسرع وقت ممكن وإيصال مستحقات الموظفين في وقتها المناسب إن شاء الله. في هذه الفترة حدث لدينا بعض التأخير، لكن إن شاء الله في الأشهر القادمة سيكون التوزيع في موعده المحدد بإذن الله، بعد أن يكون تقريبا الغالبية العظمى من أهالي الموصل أو من منتسبي تربية نينوى وقد وردت تصاريحهم الأمنية. وسنواصل العمل ليل ونهار من أجل إيصال رواتب ومستحقات أهلينا جميعا إن شاء الله. هذا بالنسبة للرواتب. أما بالنسبة للمدخر سيكون العمل إن شاء الله على صرف المدخر وكما وعدتنا وزارة المالية لعام 2017 على شكل دفعات للوجبات التي وردت تصاريحها الأمنية، وسنعمل على صرفها بعد إكمال رواتب الشهر الثامن إن شاء الله على بالاتفاق مع وزارة المالية. تبقى لدينا مشكلة الرواتب المكافآت التقاعدية لعدد من منتسبي مديريتنا ممن أحيلوا في الفترة من عام 2014 إلى 2017، أعتقد أن العدد وصل إلى 2500 شخص متقاعد لا تتوفر لدينا التخصيصات المالية لصرف مستحقاتهم من مكافأة تقاعدية. طالبنا عدة مرات بإضافة مبلغ للتخصيص، لكن وزارة التربية لقلة تخصيصاتها اعتذرت عن تمويلنا بالمبلغ. نأمل بأن تصادق الحكومة والمجلس النواب على الموازنة الإضافية من أجل صرف مستحقات المتقاعدين إن شاء الله. تم اليوم توزيع رواتب مديرية تربية نينوى لشهر تموز 2017، وبجهود الأخوة كادر التربوي من محاسبين وحسابات، ونشكركم جميعا. تم توزيع رواتب شهر تموز حسابات تربية الأعفر للوجبات من الأولى إلى الوجبة 17. اليوم في هذا اليوم المبارك تم استلام راتب شهر تموز كاملا، وبجهود مشكورة من السيد وزير التربية الأستاذ الفاضل محمد إقبال، ومتابعة السيدة مديرة تربية نينوى ست لميس. وكذلك نوجه الشكر الجزيل إلى الكادر الحسابي في تربية نينوى على قيامهم وجهودهم المبذولة اتجاه استلام رواتب المدرسين والمعلمين والموظفين، وإلى مزيد من العطاءات وإن شاء الله استلام رواتب الوجبات القادمة. ونشكر قناة الموصلية على متابعتها الحدث، وإلى كل العاملين في هذا القطاع.